في أي دولة في العالم عشان تعمل منطقة صناعية، عشان تعمل اقتصاد في بلدك، لازم نبدأ، أو حتى أنك أنت تعمل مدينة جديدة ونعمل مثلا منشآت، يعني لازم تعمل حاجة اسمها البنية التحتية. البنية التحتية اللي احنا بنعملها في سيناء هي من ضمن الحاجات اللي افتتحها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت اللي فات. يعني لما يبقى عندنا 4 أنفاق، نفقين في اسماعيلية ونفقين في بورسعيد، دول هيسهلوا ان الواحد يروح ويمر من تحت قناة السويس عشان يروح يعمل استثمارات هناك، او المستثمر يشجع المستثمر انه يعمل استثمارات هناك، ويبقى في حركة تنقلات، ويبقى في ناس بتعيش هناك. احنا سايبين سيناء بقالنا كتير جدا فاضية، وعن فيهاش العرب أخواننا الحلوين اللي احنا بنحبهم وهم بيحبونا عرب سيناء، إنما ما عملناش إنشاءات، ما عملناش ناس تسكن هناك، ما عملناش حياة بشكل كبير، مجرد بس الأماكن السياحية. من ضمن الحاجات اللي افتتحها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكوبري الخاص بالشهيد أحمد المنسي، والكوبري الثاني اللي هو الشهيد أبي نوب جرجس. حلو أنه يبقى كوبري مسيحي وكوبري مسلم، حاجة جميلة جدا. والمزارع السمكية حوالين هذا اليوم الجميل اللي أكيد مصر كلها كانت بتشهده، مش بإيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا ده بإيد المصريين، عملوا هم الإنجاز ده في خلال 4 سنين. على فكرة معايا ضيفتي الأستاذة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. وانت طيب وكل السادة المشاهدين طيب. عايزة تقولي لأي حد قبطي أو مسيحي كل سنة وهو طيب؟ كل سنة وكل الشعب المصري طيب. خلينا نقول بلاش نفرق ما بين قبطي ومسلم، لكن احنا كلنا شعب واحد، وحدة واحدة، برؤية واحدة وبهدف واحد. نعم. بتمنى لكل المصريين في 2018 إن شاء الله إن هي تكون سنة سعيدة علينا جميعا إن شاء الله. أستاذة هالة بعد إذن حضرتك، ناس بتقول شباب، طب إحنا عندنا 4 أنفاق بنعملهم، اللي هم النفقين بتوع إسماعيلية ونفقين إن شاء الله، في واحد منهم لسه قدام شوية بس، إنما فتحنا 3 أنفاق وناقص واحد بس اللي هو في بورسعيد. هي. يبقى 2 في بورسعيد و2 في إسماعيلية. طب هو ليه طب الكوبري؟ لأن كان لازم يبقى في بنية تحتية زي ما حضرتك قلت من الأول عشان نقدر نوصل لسينا، عشان يحصل فيها تنمية. في البداية وكانت من الثمانينات تقريبا، خدت ولادي كانوا صغيرين جدا ورحنا سينا، كان لازم أوريهم سينا ويشوفوا إيه اللي موجود في العريش وإيه اللي موجود في سينا. كان في انطباع غريب جدا لأحد أولادي وهم صغيرين، كان بيقول لي هو ليه إحنا سايبينها صحرا كده، ليه خدناها كده، طب ما كنا سبناها بقى يعمروها الناس التانيين دول، بلاش نقول. لكن كان ده انطباع الطفل الصغير. احنا انطباعنا دلوقتي مختلف، احنا محتاجين نعمل تنمية حقيقية في سينا، لان سينا طول ما هي فاضية كده بالشكل الغريب ده هنلاقي فيها ارهاب، وهنلاقي فيها ايضا يعني خيانات كتيرة مختلفة من جهات مختلفة، وهنلاقي فيها تدفق الارهابيين من فلسطين ايضا ومن الضفة الغربية. لكن تخيل الوقت انا ما خدت ولادي ورحنا سينا، لقينا فيها قعدنا فتره حوالي 4 ساعات عشان نعدي على كوبري السلام. ال4 ساعات دول كانوا صعب جدا، لان الكوبري بيفتح في اماكن في وقت معين وبيقفل في وقت معين، يبقى كان صعب الوصول لسينا بشكل كبير. اذا كانت رؤيه القياده السياسيه دلوقتي ان احنا لازم نعمل بنيه تحتيه حقيقيه في مصر كلها مش بس في سينا، لكن سينا كانت على راس الاهتمامات دي عشان نقدر نقضي على الارهاب بشكل فعلي وجذري. انا هوقف بس ثانيه واحده يا استاذه هاله للكلمتين اللي حضرتك قلتيهم. انت واخده اولادك ورايحه سينا تزوريها حقيقي. زيارة سياحية حقيقي. طيب فقعدت 4 ساعات عشان تمري وتروحي سينا، صح كده؟ حقيقي. أو ممكن تروح في إسماعيلية وتاخد المعديات، فتاخد المعدية للمرحلة الأولى بتاعت قناة السويس، وبعدين تاخد المرحلة الثانية المعدية الثانية لقناة السويس عشان تروح سينا، أو تعدي من كوبري السلام مباشرة. طب هل ده يا مصريين هل ده بيساعد؟ ده هي رايحة سياحة، أو حضراتكم تروحوا مثلا أتوبيسات سياحية عشان تشوفوا الإنجاز اللي حصل في بلدكم، هل ده معقولة؟ أو ده يخلينا نتشجع إن إحنا نعمل إنجاز في اقتصاد وفي سينا ونقدر نعمل حاجة؟ لا ما يعني ده أنت رايح سياحة هتقعد 4 ساعات، أمال لو بقى عندك عربية نقل شايلة حاجات عشان تعمل مصنع، عندك حاجات مواد غذائية رايحة عشان تعيش ناس. حقيقي. وكمان بيفضل الكوبري مقفول لفترات زمنيه، مش بس انت المسافه، يعني انت عشان توصل لسينا في مشكله. الانفاق اللي موجوده واللي حضرتك ذكرتها في الاول، اذا كانت الانفاق
موجودة عشان تسهل عملية التنقل بشكل كبير، عشان نقدر نعمل اقتصاد حقيقي هناك، عشان نقدر ننقل الأكل بشكل جيد، لأن طبعا سيناء ليها طبيعة صحراوية خاصة، فلازم يبقى ليها من الدلتا ومن المنطقة دي أغذية تقدر تروح هناك. ولازم نعمل تنمية حقيقية من خلال الأفراد، جذب للأفراد نفسهم، يبقى في تنمية بشرية هناك موجودة. عشان نقدر نعمر سيناء لازم نستقطب الشباب بشكل كبير إن هو يبقى موجود. ويمكن ده استكمال بس مش عشان الأنفاق، وكمان استكمال لأن في رؤية سياسية إن يبقى هناك في تعمير حقيقي بوجود مصانع، منطقة اقتصادية مختلفة تجذب الشباب، مناطق سكنية أيضا، يبقى في رؤية إن يبقى في كمان يعني خدمات تقدر ان هي تقدر تعمل على قناة السويس نفسها. المنطقة الاقتصادية الجديدة لها رؤية واسعة جدا، انا بعتقد ان هي هتفرق مع خلال الاربع سنين اللي جايين مع مصر، حتى في الناتج القومي المصري وفي الدخل المصري هتفرق كتير جدا في المرحلة القادمة. انا اتاحت لي الفرصة ان انا اقعد لمدة، انت قعدت اربع ساعات لا انا قعدت لا يقل عن ساعتين عشان بس انتظر ان انا اركب المعدية عشان اعدي، وبعدين معدية تانية عشان اروح الناحية التانية اللي هو الشرق. واتاحت لي فرصة ان انا اروح اشوف العمارات اللي اتبنت في المرحلة الاولى والمرحلة التانية في شرق اسماعيلية، وكنت عمال اسال هو لحد دلوقتي طب ما بعمارات حلوه وجميله اهو، قالوا ان احنا افتتحوها بس مفيش حد عايش. الرد جاء من السيد الرئيس امبارح وهو قاعد في الافتتاح او سوري انا اسف يوم السبت، انه ده يوم 30/6 ان شاء الله الاماكن دي هتبقى اوريدي الناس ابتدت تسكن فيها. حقيقي حضرتك عندك فكره، وحضرتك طبعا اكيد في مجلس الشعب يعني عندك فكره العمارات دي او الفيلا اللي انا شفتها دي، على فكره فيلا قليله جدا انما العمارات كثيره جدا كل المستويات، يعني هل ده مفتوح للجمهور ويعني هل هو اتباعت هل ما اتباعتش، هل في لسه هيفتحوا باب الحجز؟ هل يعني هو انا بعتقد ان اخر معلومات وصلت ان هم هيفتحوا باب الحجز الفتره اللي جايه عشان نقدر نستقطب مجموعه من الشباب ان هم يقدروا يروحوا هناك. وعلى فكره هتبقى فيها تسهيلات كبيره جدا، لان حضرتك عارف حتى الاسكان الشبابي اللي موجود في الدلتا او في مصر داخليا بيبقى فيه مشكله جدا كبيره قوي، لان بيبقى فيه طبعا بنك الاسكان والتعمير والاجراءات بتاعته وقرعه والكلام ده كله. هناك الوضع هيبقى مختلف ورؤيتهم مختلفة لاستقطاب عدد كبير جدا من الشباب في المرحلة دي، لأن مش من الأفضل إن احنا نعمل تنمية اقتصادية من غير ما نلاقي إسكان للشباب يبقى موجود، أو مين هيعمر إذا كان مفيش إسكان، لأن هناك الإقامة بتبقى صعبة جدا حتى للعمال نفسهم اللي هم كانوا شغالين في الحفر ده كان ليهم أساسا مباني موجودة ولكن مش بالقدر الكافي لتغطية احتياجاتهم. على فكرة أنا لما عديت المعديتين عشان أروح الضفة التانية وعايز أشوف الإنجاز اللي عملناه في 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 في, في قناة السويس الفرع التاني يعني والعمارات و على فكره انا ما سمحوليش ان انا اخش بالعربيه. قال لي يا اما حضرتك تكون بتشتغل هناك فعندك تصريح، يا اما اوريدي انت ساكن الناحيه الثانيه عشان تقدر تخش بعربيتك. انما انا حضرتك نزلت من العربيه وانا واسرتي وركبنا عربيات نقل عشان يعني بغض النظر عن التجربه دي، انما انا كنت سعيد طبعا جدا ان انا بشوف ايه اللي حصل في انجاز بلدي، ولكن فهمت برضو انه لسه المنطقه دي ما افتتحتش، فان شاء الله لما هتفتتح كل الامور هتبقى سهل ان اي حد يروح في اي وقت. كنت في الوقت ده كنت شويه يعني مزرجن شويه ان كل المصريين المفروض يروحوا يشوفوا الانجاز ده. بس في حاجه مهمه جدا، ده امر طبيعي لان احنا في منطقه قد تكون ملتهبه بعض الشيء طبعاً. ولازم نحافظ على بعض، لان الحفاظ على المنطقه دي امنيا، انا مش عايز اي حد يزعل، لان الحفاظ عليها امنيا هو حفاظ علينا احنا شخصيا. هو بيحافظ على حضرتك انت ككيان وكيان اسرتك، زي ما بيحافظ ايضا على المنطقه هناك من ان يحصل اي مشكله او اي خيانه من الخيانات اللي بتحصل والتفجيرات اللي بتحصل بأي شكل. لكن احنا بنتمنى ان شاء الله ان المرحلة اللي جاية تكون بداية لفعلا، وده دوركم انتوا كإعلاميين وانا بشكرك ان انت بدرت بده، ان احنا نبدأ ننشر هذه الثقافة ان في فعلا هناك مجال للتنمية، مجال للتعمير، مجال لشغل الشباب اللي احنا طول الوقت
نقول احنا محتاجين الشباب يجوا ونستقطبهم في المنطقه دي، اماكن للسكن، اماكن لحياه جديده غير تقليديه، خلينا نقول كمان حياه اقتصاديه بشكل جديد. تمام. يعني زي ما بنقول دلوقتي الشباب معظم الوقت بيقولوا عايزين نروح الامارات ودول الخليج، لا انا بعتقد الفتره اللي جايه وبعد الاربع سنين اللي جايين بالرؤيه اللي موجوده والخطط اللي موجوده اللي هيتم تنفيذها، اعتقد منطقه سيناء هتبقى افضل من دبي كتير في الفتره اللي جايه. استاذه هلا انا عايزك توعديني على الهواء بوعد. اتفضل. انك انت تجي لنا باذن الله في السنه الجديده 2018 ان شاء الله، يعني احنا خلاص هنخش فيها، تجي لنا تشرحي لنا وحضرتك تبقي جايه لنا بصوره واضحه يعني في هذا الكم من المشاريع اللي احنا عملناها في خلال الاربع سنين للمساكن المساكن المختلفه للشعب المصري، ازاي احجز، مين اللي ممكن يحجز هذه المساكن؟ طبعا دي مهمة. الفلوس اللي هيدفعها ازاي؟ ما هي التسهيلات بعد اذنك؟ لان ده دورنا كاعلام ان احنا لازم نوضح للشعب المصري ما انجز، واللي الانجز ده اللي انجزناه في خلال اربع سنين دول احنا هنستفاد منه ايه؟ لان كتير من الناس بتقعد تتكلم في انه يعني عمل المشاريع دي، طب مين بقى اللي هيسكن فيها؟ لا هو معمول على فكره للشباب حقيقي. والدليل انه المساكن اللي هي العشوائيه احنا شلنا اهالينا وحطيناهم في مساكن امنه. هننتقل لموضوع تاني، انا خلاص ده وعد. لا طبعا ان شاء الله انا معاك. مزارع الغليون ومزارع اللي افتتحت يوم السبت اللي فات خاصه بالمزارع السمكيه، هذا الاتجاه اللي مركزين فيه في كم المزارع السمكية، إيه فايدته؟ هي دي الرؤية الحقيقية اللي موجودة فعلا بشكل جيد، وبنشكر عليها الحكومة حقيقة والقيادة السياسية والجيش. إن أنت تبقى عندك مناطق بعينها حطيتها كتنمية اقتصادية في مجال معين اللي هو الاستزراع السمكي، عشان تقدر تغطي الاحتياج بتاع الشعب وتقدر في نفس الوقت يكون عندك فائض للتصدير. اعتقد احنا لو مسكنا كل ملف، مش بس الاستزراع السمكي، كل ملف على حدة بهذا الشكل، وقدرنا نضع ليه رؤية موحدة ونقدر نضع ليه ايضا اهداف محدده خلال مده زمنيه، هي دي هو ده التخطيط، هو ده الخطه، ان انت بتوقف البلد على رجليها مره تانية. لكن في الملف بتاع الاستزراع السمكي ده الرؤيه كانت واسعه بشكل كبير قوي، وخاصه ان بس مش في منطقه بورسعيد كان الاستزراع السمكي بالشكل اللي احنا شفناه الرائع ده وافتتاح كميه المزارع الكتيره قوي دي، ايضا في كفر الشيخ كان في مجموعه كبيره جدا من المزارع في بركه غليون. الملفين دول لو قدرنا ان احنا نديهم الاهتمام، نكمل فيهم بالاهتمام الرائع اللي احنا شفناه ده، احنا هنصدر خلال السنتين بس اللي جايين اسماك للخارج. مش بس ان احنا هنكتفي ذاتيا، الاكتفاء الذاتي للتنميه الغذائيه داخل مصر في الملف خاص بالسمك بالذات، لكن ايضا هنقدر ان احنا نصدر ويبقى عندنا دخل قومي نزود بيه الاقتصاد المصري. ده ملف مهم جدا. ايضا على التوازي في ملف مهم ايضا للاكتفاء الذاتي للغذاء المصري او احتياجاتنا الخاصه، وخاصه زي ما بنقول ان الرئيس قال جمله في غايه الاهميه، ما لم يملك قوت يومه فهو لن يملك ان هو يتحكم في سياساته العامه، ودي مهمه جدا بالنسبه لنا. احنا لازم نملك، احنا عندنا موارد بشريه كبيره جدا، ثروه بشريه رائعه، عندنا ارض موجوده نقدر ان احنا نطلع منها انتاج غذائي جيد جدا لينا ويمكن للشرق الاوسط كله. احنا نقدر كمان من خلالنا، احنا في يوم من الايام كنا منطقه سله الغلال في مصر في المنطقه كلها، لكن احنا محتاجين نبقى مش بس سله غلال ونزرع قمح ورز وخلافه والمليون ونص فدان، لا احنا محتاجين ايضا نكون سله مهمه جدا للاكتفاء الذاتي في الثروه السمكيه، ايضا في الثروه الحيوانيه، وده الملف الثاني اللي بنتكلم عليه. اذا كنا بنتكلم على الثلاث ملفات دول، استزراع وانتاج حيواني وانتاج سمكي، فبالتالي احنا نقدر ان احنا يبقى عندنا قوت يومنا اللي نقدر نتحكم فيه، ونقدر ايضا نخليه مورد من الموارد الاساسيه اللي نقدر نصدرها للخارج. وعقبال الزراعه
بالضبط الزراعه ان شاء الله. لا يعني احنا شغالين على فكره في المليون ونص فدان بشكل جيد جدا. انا زرت اماكن كتيره فيها مشاكل طبعا، دي اكيد المشاكل قد تكون يعني بيتم حلها على مراحل، لكن صدقني قد ايه الواحد بيبقى فخور لما بيقف ويشوف المنظر ويشوف الشباب ويشوف المجموعه الكبيره من الناس وهي بتشتغل في. فكري معايا في اجابه السؤال ده. اتفضل. انا مبدئيا الاول بس وانا رايح قناه السويس وعبرت الموضوع ده وعشان اشوف الانجاز اللي حصل في بلدي، مريت في واحنا طايعه كده في ناس ولادي اسمه نادي الدنفار كده، على اليمين كده كان في منشات جميله جدا، عرفت انها فنادق فايف ستارز بشكل جميل جدا ومولات وحاجات، في تطور جميل جدا في اسماعيليه على فكره بشكل عام. طيب تقولي ايه بقى للناس اللي انا قابلتهم في اسماعيليه البسطاء او مش مهتمين قوي وبيقولوا لي طب انا استفدت ايه من كل المشاريع اللي هي بتحصل دي كمواطن مصري قاعد في اسماعيليه؟ لا ده هو مش استفاد ايه، هو هيستفاد بكره ايه، دي مهمه جدا. انت دايما لما بتبني البيت بتحط الاساس، تمام، ومصر كانت في مرحله من المراحل فيها ترهل شديد جدا في الاساسات كويس. والبنيه التحتيه كويس. اللي بيحدث الان هو اساسات لهذا البيت، ان انت تبني الدور الاول عشان تقدر تسكن فيه الناس وتقدر الناس تعيش حياه كريمه. عظيم. على الاقل عظيم. الشباب مهم جدا ان هو يفهم، والناس لازم، الناس البسطاء لازم يفهموا ان احنا ده الاساس اللي لازم نبني عليه البيت، لازم من خلال الاساس ده هو ده اللي هيخلينا يبقى عندنا مورد نقدر نعيش بيه، هو ده اللي هيجيب لنا الموارد الاساسيه اللي نقدر نعمل بيها سياحه صح، اللي نقدر بيها نعمل بيها دخل صح للبلد، اللي نقدر بيها نعمل تنميه حقيقيه. فبالتالي يحدث ان يبقى في دخول، زياده في الدخول، هي دي اللي هتعمل جوده الحياه للمواطن، هي دي اللي هتخلي الدوله يبقى عندها امكانيات ان هي تعمل لي طريق مظبوط اقدر امشي عليه، هي دي اللي هتخلي الدوله تقدر تخليني اشرب ميه جيده صالحه فعلا، هي دي اللي هتخلي الدوله تشغل ولادي يبقى في امكانيات لتشغيل الولاد وتشغيل كل الناس على الارض، فبالتالي اقدر يبقى عندي مستوى اقتصادي واحسن من جوده المواطن المصري بشكل جيد. اسماعيليه هي البوابه اللي هتخليني انزل النفق او اركب المركب او حتى الكوبري اللي افتتح عشان اروح للمشاريع اللي ان شاء الله هتتعمل في واللي بدات المنطقه الصناعيه في سيناء واللي هي ابتدت زي ما حضرتك بتقولي. فاذا انا بهتم بكل ده عشان يبقى في مشاريع عشان اهل اسماعيليه ان شاء الله يقدروا يشتغلوا في المشاريع اللي ممكن تتعمل في سيناء، اللي هي هتتعمل في سيناء، وايضا اللي يقدروا يشتغلوا فيها ويشغلوا اولادهم ويقدروا يجيبوا منها مردود اقتصادي عليهم فوري. اشكرك ان احنا جاوبنا على السؤال ده مع بعض. استاذه هاله ابو السعد وكيل لجنه المشروعات الصغيره والمتوسطه بمجلس النواب، نورتينا يا فندم، وارجوكي اوفي بوعدك بانك انت تيجي ونتكلم في موضوع الاسكان ان شاء الله بعد اذنك. ان شاء الله. وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم. شكرا. فاصل وراجعين حالا.